ثمانية وخمسةعشرين دقيقة مازال مواصلين معكم حتى التسعة ونص. صباح الخير للناس اللي تبرنشيو معنا تو واللي خلطوا علينا تو. إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. مازلنا باش نحكيو في الأخبار متاعنا كما قلت لكم، باش نمشيو الموضوع هو لما حالة حكينا عليها أول جماعة على قضية الرضا، وأنه الجمعية التونسية المساعدة للضحايا الأخطاء الطبية قالت أنه فما معلومات وأدلة جديدة بها تم توجيه تهمة القتل العمد وإعادة فتح بحث تحقيقي. تومي بن فرحات محامي العائلات قضية الرضع يقول أنه ما فما حتى توجيه لتهمة قتل العمد، وأنه إعادة فتح تحقيق ماهيش صحيحة. دبر قتل العمد نقطة قانونية، معناها ما فهمتش كيفاش واحد يتعامل في القانون يقول قتل عمد. يا أخي سامحني، نحكيو على المستير ونحكيو على 14. احنا ساعتها على 14. على 14 ليه؟ معناه خموا معايا مليح. معناه تتصوروا انتم اللي فما ممرض ولا ممرضة يقتلوا 14 رضيع، هو احنا حكينا التهمة في غير محلها. هو وقتها احنا كيفاش حكينا مع حاتم، قلنا انه لا نيجليجونس في دوغري كيف ما نكيك تنجم تولي كونسيديري كيما القتل العمد. لا 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 فماش ديما القتل غير العمد. العمد خطر قتل عمد، فما القتل العمد والقتل العمد بالاضمار ما ينجمش. دونك انا الحاجه اللي تقلقني في القضيه هذه حاجتي، مع كل احتراماتنا لعائلات الضحايا واللي حقهم بالقانون حقهم ان يمشيوا يشكيوا، ان شاء الله ما تكونش وراها ريحه فلوس. هابش نقول لكم علاش ريحه فلوس، لانه فما محاولات باش تصير تعويضات. معناها راه ماهوش حكم بركه باش نحكموا الهدف من عند المحامين، بعض المحامين مش في تونس بركه خارج تونس، انه يجيب تعويضات. هذه حاجه. ثاني حاجه تذكيه الدفيع على ما الخبر نتاع اعاده فتح التحقيق ما جيش من تومي بن فرحات محامي، جي من الجمعيه. اي الخبر مازال ماهوش ثابت. نحب نذكر بركه على الوضعيه الانسانيه هذيك، خاطر الناس هالحكايه نتاع ال14 رضيع قاعده تدور كي ديسك. راهو نحب نذكر ال14 رضيع هذوما اسمهم ما يسمى سي دي جران بريماتوري. تعرف ما عندي جران بريماتوري؟ معناها اعمارهم وقت اللي توفاو ما بين 6 اشهر واقل من 6 اشهر، معناها 24 جمعه 25 اقل من 6 اشهر. لي بريما هما اسبوعين، لي بريما هما 7 اشهر. لي جران بريما هما لي جران بريماتوري هما اللي اقل من 7 اشهر. يظهر لي غلط. لا لا صحيح مش غلط، نعطيك في معلومه. اي دونك لي جران بريما هذوما سي دي جران بريماتوري. لي جران بريماتوري بالارقام ايلزون تري بو شانس دو سورفيفر. معناها عندك تقول اقل من 6 اشهر، فما 5 اشهر و4 اشهر شنو؟ فما 6 ما يسمى 24 جمعه و25 جمعه، هذوكم لي جران بريماتوري. هذوكم بالارقام ثابت وانه نسبه حياتهم قليله جدا، معناها نحكيو على بورسنتاج تاع 10% باش يعيشوا، وحتى كيف باش يعيشوا الصغار هذوكم يتولدوا بتشويهات كبيره. هذه ارقام مش رايي انا نعطي فيه. القضيه هذه راهو تبنيت عليها برشا حاجات اللي هي ماهيش صحيحه، كان في اطار برشا منتهيج الراي العام. الرضع اللي توفاو ما نحبش نقول كانوا بطبيعتهم باش يتوفاو، لكن كان فما ريسك كبير ياسر انهم يتوفاو، باش نكونوا واضحين. وصارت برشا مغالطات في القضيه هذيك، وانا معناها تبعت القضيه هذيك وعندي معلومات عليها، وصارت برشا مغالطات. سوني با ماهيش كيما تم تصويرها للراي العام. دونك باش نكونوا واضحين. بعد حقهم انه يشكيوا في اطار الخطا الطبي، يطلبوا تعويض، يحبوا يثبتوا صارت نيجليجونس، قد يكون صارت نيجليجونس والتحقيق قال اللي صارت اللي هي دي نيجليجونس. باش نكونوا واضحين، راهو الصغار هذوكم في نسبه كبيره منهم ما كانوش باش ينجموا يبقاو على قيد الحياه. هذه حاجه ما يعرفها كان ربي، خلينا نقولوا قيد باش نمشيو لا سيونتيفيك كي بون وقيت سي سيونتيفيك وكي ما حاجه ما طبعا كان طبعا ربي. لا ما بالارقام ما تعرفش عليها، ما تفهم حاجه سيونتيفيك مو تقول واحد كان بطبيعه الحال بون. وقيت باش نمشيو لا فوترافيك وقعدوا متبرشين معنا هنا راجعين. وانتوما فايقين في اقوى ماتينال فايقين مع نضال. 28 دقيقة مازال مواصلين معاكم. نحب نمشيو الموضوع اخر، نحكيو شوية على المونديال نتاع قطر.
يس نحب نحكيوا على سورتو القنوات اللي باش تبث لي ماتش نتاع تبث لي ماتش نتاع المنتخبات نتاعها كيف ما تي اف اللي اعلنت على الجري تاريفير نتاع الببليسيتي في لي ماتش نتاع المنتخب الفرنسي جري تاريفير نتاع الببليسيتي ما تقديش تتكلف 30 ثانيه ببليسيتي مثلا في ماتش فرنسا تونس 30 ثانية باش تكون تقريبا ب 120 ألف أورو 120 ألف أورو يا خويا جاو عنا يا فيه معنا أرخص من هكا برشا 400 مليون 400 مليون توانسة مش غالية ياسر استنى دوك ماتش تونس وفرنسا 120 ألف أورو 30 ثانية يحب يعدي ببليسيتي ناخذوا ماتش فرنسا وأستراليا في الميتون ما بين قداش؟ ما بين الدو قداش تقول؟ 300 قداش تقول؟ مراد فرنسا واستراليا 150 الف يورو 150 الف يورو اقرب حاتم 245 الف يورو اكثر من الدوبل نتاع تونس خاطر التوقيت فبار وقتاش يبدا الماتش اسكو يلعب ويكاند ولا وسط جمعه فما ممكن بارامتر اخر اسكو الماتش الاول الماتش الثاني ولا الماتش الثالث خاطر ماك تعرف مشكل تخيل غادي اللعبه ومع الدنمارك 200 الف يورو 30 ثانيه واذا وصلت فرنسا الفينال باش تكون 30 ثانية 1 مليون درو لا لا يا معلم يا معلم 1 مليون درو 330 330 ألف أورو 30 ثانية تعرف ما تهم ايه ما راو 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 نحكي على مليار انا نحكي على دقيقة و 30 ثانية اما راو بالرغم المبالغ هذه الكل تيفا عندها مخاوف وانه باش تطلع خاسرة لانه لازم تعرف قديش دفعت باش تاخذ لي دروا دونك فما امكانية ماتش كل راه خذيت خذيت هما خذيو اما ليه ما دفعوش تخرج خاسرة اذا فرنسا تخرج من البرمي تور وقتها غادي خسرت ولا فرصة. ولا حتى 8 دو فينال يس كان ما توصلش الفوت ال 8 دو فينال اللي لارجمون غانيونت على خاطر اخر حسابك اللي كان في الفينال 330 الف يورو نتخيل انا في الكار دو فينال ودومي فينال باش تتباع 30 ثانيه في 250 300 ماش تكون بعديه نقولوا 250 لا لارجمون هو راهو الكره ابارت تشامبيونز ليغ التظاهرات الكبيره هذه تبدا انتريسونت في الماتشوات ما يسمى اليمناسيون ديريكت اما معناها في الويتيام كار دومي وكل فرنسا راهي خرج جات الرابعه 250 245 الف اورو فرنسا واستراليا ماهوش بعيد برشا برشا على الفينال فرنسا متى اما هذوما راهو سي لي تاريف انونسي بعد تدخل ما تنساش كان فيه دي زيميسيون سبيسيال اي لافون ماتش لا بري ماتش اللي مون غدوا اللي تكلفوا باش تكلفوا لها زاد هذوكم تنجم تبيع تبيع فيهم البيور باه ايش قول لكم في الاسوام هذوما احنا بون بالنسبه بري عندنا شي فكره احنا على قداش 30 ثانيه احنا والماتش انت والماتش ابري اوموين مثلا انت والماتش ما نحنش 500 احنا تونس باش تعدي ماتش تونس في الكوب دي موند في التيريستر هذاك اشكال كبير صعيب صعيب لا التيريستر خذاو كيما خذاو في 2018 ماتش ديربي نهار الاحد ماتش ديربي ديربي نهار الاحد ما بين 4 و 6 ملايين قال لك بعد ماتش 4 و 6 ملايين 30 ثانيه الوطنيه تخدم مش ب 30 ثانيه قال لك بعد السبوت مش بعد برشا على 200 الف تخدم السبوت بعد الماتش بتاع اليابان ليفا او التلفزه الوطنيه شريت حتى للويتيان دو فينا بحق عرفتك التويسة بغدو اللي بعدنا كنا نزيدو ماتشوات اميكو نربحوهم هكاكا نشريو الفينال نشريو كيما تيفا احنا يلزم يلزم ديما نخليو في بالنا حاجة اللي مالوروزمون بي ماناش باش نتهجم على بين شفت البلدان الاوروبية عندها نوع من السيادة على الماتشوات تاع ليكيب ناسيونال نتاعها الماتش نتاع فرنسا باش تعدى على تيفا نجمش يتعدى ما يتعداش على القناه الفرنسويه لا ليه على تيفا ولا انشين فرنسيز لا يتعدى على تيفا ما يتعدى زيد على يتعدى بين اي اي متفاهمين احنا القناه الوطنيه نتاعنا ما تنجمش تعديه الا على تيريس لا لي مويان باش تشري تيفا هي ما تيفا تشري من عند بين تشري لا 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 هما يسون كو تيفا اي مي لاميد لارجون مش هكا نحن بيش باش ماهوش ماهوش نشر البطوله باش تشري احنا قناه اجنبيه ماخذه الاكسكلوزيفيتي نتاع الكوب دي موند اللي فيها البلدان نتاعنا احنا إيه؟ المنطقه العربيه فيها خصوصيه ما هي موجوده في حتى منطقه اخرى احنا برك لا احنا برك احنا برك مال البرازيل تجي قناه امريكيه تاخذ الدروا نتاع البرازيل هي سور لازون هي فرنسا مراد هي فرنسا شاري لي دروا دو ديفوزيون معناتها شاري شاري حاطط فلوس ولا باعث شكون وعندها سغياليزاسيون واحد الدخول تاعها اللي تاكل مش هذا الاشكال لو لو افريك موين اوريون شريت بي نون اكسكلوزيفيتي
نفس الحاله موجوده لتونس للجزائر للمغرب للبلدان معاك دونك تعرف خصوصية وفرنسا لا فرنسا بين ما يتباعش بين بنفس الطريقه تبعث وتصور والديفيوز لا 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 حاجه اخرى السينيال هذيك الفيفا تبعث تعرف شكون بين الفينال الفينال مخرج من كانال بلس دايري لو انونسي معناه الاخراج معناه لي موان تكنيك كانال جون جاك مسلمي ذولي مش جون جاك اللي توا واحد جون بول جود ذهل دونك اللي توا يعمل في الماتشويت الكبار نتاع الشامبيونا دونك الاخراج لي موان تكنيك كانال بلس خاطر كانال بلس عندها خبره كبيره معني عالميه معني في الفوت وتتعدى مي لاشيت نحن كان جاي عندنا فلوس نجمو نشريو ماتشواتنا ونعديوهم في الوطنيه في على الساتيليت اما بين غليت غليت الى مبالغ خياليه وبين علاش كنت تخص باش تشري فيه هي بين مساحه الكوب دي مونت حتى ل 2030 بين قناه قطريه تشري حبيت بارونتيز مراد جوست قبل الاخبار سمعتوا بالاربيت خاسيستون اللي باش يكون روبو ولا اي سمعنا اي علي زورج شوالي سومي اوتوماتيك اكزاكتومون معناها باش يولي هو يعمل ان سينيال كي را اورجو بون في دربي انا ضد بصراحه ضد تعرف علاش بنقردين زرزيس يروحوا بيقطع يعني تحيل يلا عارف انا ذين نمشيوا للاخبار في اكسبريس وانا راجع يروحوا صحصح وفيق وابدا نهارك مع اقوى متنان فيقين مع نذال 8:33 دقيقة مازلنا مواصلين معكم كيف ما قلنا حتى للتسعة ونص جاي الوقت توا باش نحكي لكم فيه على إينيتوم إينيتوم اللي يمثل l'ESN leader des services et des solutions digitales le groupe هذايا ناوي يدخل يركروت أكثر من 100 ingénieurs et développeurs في تونس ركزوا معايا مليح ceux qui sont concernés ناوي il recrute أكثر من 100 ingénieurs et développeurs في تونس à travers l'opération de recrutement 48 heures chrono job XP donc نجمو تبعثوا لي CV نتاعكم من توا وتتحصلوا على contrat دو ترافاي نعرفوا قداش مهمه الحكايه هذيا سورتو اون سو مومون في اقل من 48 ساعه وهذا نهار 20 و21 جوان باش تتعرفوا على اكثر معلومات على ليفينمون هذايا ما عليكم كان تدخلوا على السيت ركزوا معايا www.inetum.com والا على لي ريزو سوسيو انيتوم تونيزي فيسبوك لينكدين إينيتوم إينيتوم باش تتحصلوا على الفرصة اللي تنجم تبدل الكارير متاعكم إينيتوم 8:34 دقيقة نحب قبل ما نمشيو للتريندينغ أنيسة مازال كي خلت بحثين صباح النور أنيسة صباح الفل والياسمين صديقتي نحب نحكيو على أختيك لهبط في وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية يوسف وزير الخارجية الإسبانية بأنه غير كفأ وهاوي ومؤجج فتن عضوة في الحكومة الإسبانية جو بتقول مش معقول أنه يتقال الكلام كما هكا خاصة أنا لوزير خارجية متاع دولة عندها علاقات كبيرة مع الجزائر أنا لم خيصون اللي بدأت تكبر الأزمة ما بين إسبانيا والجزائر عليش قول عليش كبرت برشا قول عليش الصحراء إيه با الصحراء سي تي ما اسمع سي دي خيزون كوميرسيال سي الغاز معناها الصحراء راهو غروب بوكو شوز ريتها الصحراء هذيك مشكله الصحراء مشكله الصحراء سي انكسي للجزائر للمحيط الاطلسي الحكايه معناها عندها درا قداش من عام جوست خاطر الجزائر اون في باش يكون في الصحراء غاديكا ناس كي لوي فاسيليت لاكسي للمحيط فما شكون زاد اون فيزيون فما شكون يقول جي معناتها جي لو انا بارمي الحاجات اللي تعداو فما شكون يقول لك انه المعركه نتاع المغرب ضد الجزائر اسبانيا معناتها عندها لي زافونتاج نتاعها الكل مع المغرب دوك نفس المعركه وهي اسبانيا هي سبب العركه معناها الاصل نتاع العركه معناها كي تحتل بلاد وبعدش كي تخرج تقسمها حاتم اسبانيا ولاول مره دبلوماسيا ديموا معناها سندت المشروع المغربي انه الصحراء الغربيه تولي مستقله اوتونوم مش انديبوندونت اوتونوم اللي هذا يسمى احسن الحلول
ما احنا ما تدخلوش في الحكاية، احنا محايدين. معناها الحكاية انت عندك مشكلة عندها 40 سنة بالحق. معناها اللي الناس اللي غاديكش بتعمل باش قبل كانوا في عصور الجهل والاستبداد وتعويم الجهل على الجميع، كانوا فما ما تسمى الإبادة العرقية. معناها ديجا كون تي بروبوز با إبادة عرقية يقولوا معناها سا بو اتر اون سوليسيون تنجم تحكي فيها. خاطر اللي صاير توا شنو القضية الفلسطينية، معناها شنو الجوهر القضية؟ ما نحكيش على الناس اللي يهزوا فيها كل واحد وشربوا وين يساعدوا. القضية كونه علاش القضية عادلة؟ خاطر ناس تهجر من أراضيها وناس معناها بطرق أو بأخرى، يا أما يشريوا وإلا يهجوهم ولا يعيفوهم في حياتهم ولا يجيوا دجور لندما يهدوا لهم ديارهم، هذاك تعسف وكل شيء. إيه ما أنت تعتبر الصحراء الغربية كلا فلسطين؟ لا لا لا، مش نحكي لك أنا بصفة عامة. وقتاش تقول القاضية في الجزائر مش أفرحوا بيك؟ ليه مانيش انت تحب تهزم الغادي، انا نحكي معناها ما همش ضحايا. ليه مانيش نحكي راني على صحر، مازلت نحكي على القدس يا مراد. ركز معايا، منتبع في تو معناها نبداش تحب حق الرد خذ وغدوه. ليه انا افرح بيك دوري مراد حاسس روحك عبر في موضوع الرد ايه ولا هو هيك عبر الرد؟ ليه عنده يمكن عنده وفاريته في الجزائر، شكون يعرف هذا حاجه مش معناها. انا اكثر واحد موضوعي مع الجزائر، مش كيف في الجزائر، مش نحكي على الجزائر، نحكي بصفه عامه. اذا اي دوله معناها تلقى حلول ما فيهاش عنف وما فيهاش احتلال، وقتها اون بو ديسكوتي. هذاك اش قلت راهو حد غادي باقي كل امورهم وحياتهم، لنحبهم يدخلوا فينا لنحب ندخل فيهم. اما الحاتم حاجه اللي توجع القلب هي انه هالقضيه قاعده تنغص علينا في حياتنا احنا كمغاربه، كاتحاد مغاربي. الاتحاد الأوروبي خرجوا من حرب عالمية ماتوا فيها عشرات الملايين، فرنسا وألمانيا، وخدموا اليد في اليد وولات توا زون ديشانج. احنا الجزائر والمغرب العركة هذه حول الصحراء الغربية اللي هي راي سيتان بوتي تريتوار بعدد قليل من السكان، منعنا مش تي بوتي تريتوار الى بوكو فالور. هي راهو نسبة تجمش تسافر ما بين الجزائر والمغرب، راهو المصالح معطلة، راهو بلدان العالم الكل يتشجع على العركة ما بين الجزائر والمغرب، خاطر تعرف لو كان يعملوا يونيون مغربيين باش نوليو بلاد في هذية معاك يقادونا الى الجنة بالسلاسل. درجة كبرى سمحني من كلمة ولو الكلمة ما تتقالش، من الغباء ما بين الجزائر والمغرب، والمسؤولية معناها ملقات على الدولتين مع احترامنا لهم الزوج. عليك المتغبي ما تتقالش. تقصد 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 الجزائرية أغبياء؟ نقصد اللي الجزائرية والمغاربة أغبياء في التصرف في الملف هذا. وين اللي نعمل مشاكل دبلوماسية؟ ليه أما قلت الزوز ليه كابر له فيها ليه بربي توه؟ أنت موافقني ولا ليه؟ أنا ما نوافقش، أنا ديما نحترم الشعوب وعندي الجزائرية اخواتي والمغاربة اخواتي. الشعوب عندهم درجة وحال النصب على روحي. الشعوب عندهم درجة من النضج في الجزائر والمغرب أكثر من الحكي. واشتر الجو اللي نشرو فيه واشتر الآخر مين مراد هاش تفرح بيك دليلة توا عنوين يهبل ها؟ والجاتو من المغرب بالحق، حب الحريرة مش جاتو ايه؟ ليه عاد الحريرة مش جاتو يذول اللي قاعد استهلك في حاجة أخرى من المغرب اللي فقدتك. أيوة وقتيش نحكيوا على الموضوع هذا؟ أيوة سيسر ويحكم الوليد. يلا خلينا وحش لايك أسمع توحش لايك يذول لي يلا خلينا مشيوا للترينجينج تسويت ترينجينج. نبدأ ولا ترندينج بإعلان زواج مغري معلق بحظ المعهد العالي للمولتي ميديا في صفاقس. الإعلان يقول شاب أبلغ من العمر 41 سنة أبحث عن فتاة متدينة متخلقة متواضعة جميلة الأخلاق، يتراوح عمرها من 26 سنة إلى 32 سنة. لمن ترى في نفسها الاستقلالية والجدية يمكنها الاتصال على الرقم وحط نمره. التوينسة علقوا قالوا تحسوا السيد ناوي على بروفا. تعليق آخر يقول انتهت حلول الأرض، الأمر متروك لإعلان لا فيه لا ساس لا رأس. فما اللي قال حشم باش يقول تخدم وتاكل القرد. نوفا بالكومنتير اللي يقول اخطط فدليك عجبتني فيه ثقته في روحه عامل كونكور باش يعرس. علاش وعلاش ايه صح قبل ما تمشي لعلاش ليه يا اخويا فما واحد يعرس بانونس معناها بالحق والله فما
والله معني فما حاجه غير سليمه في العلاقه معني. اسمع العرس يلزم شحنه من الحب من الواحد من معني تقولش عليه ريكروتمون معني شنو خذيت اسيستانت خذيت فام دو ميناج يحب الطيب ويحب خلوقه ويحب ترونج داج ترونج داج بيان ديتيرميني معني هو بخيتو ما تنجمش تشري كهرباء انت صاحبي ربي هبطها في الطياره بوانت شنو يحب هو ما تنجمش تقول عليه هو لو جعل شكون وحط شنو يحب ولا نجم واحدة تقبل قلت شسري فيات بونتو شكون قلك سمينا برشا ماركة تحية الخلي للمخرج متاعنا نحبو برشا الممثل الرسمي للماركة اللي حكي دوك اوزلي ممثل متاعها في الليبان هو حتى لي كونديسيون تاعو شكون يقول لك اللي ما فهمهاش طفلة مثلا كي ريبون الكريتير هذوكم واللي هي تحب تعرس واللي هي تقول لك يلا خلينا نشوفوا هذايا بالك شي يطلع سمباتيك ومزيان ودرا شنيا وفدليك ايه هو في هاني جو ريبون الكريتير اللي حاب عليهم الكل سيغمور هو كيك ولا حاجه وتولي علاقه مثلا مانيش ضد ضحكه هي توكا ذامره الفازه ذامره الانونس اي بوت نجم تكون هي اما ذامره ما فيها برشا ديزيسبوار والله هذيك الكلمه بالضبط انا على فرد موجه كنت فريمون انت ما جبتش بذراعه بالانونس لا انا يذوري بتاع انسان فريمون جرب كل شيء لا 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 جو بونس زيد فما عبيدره وحشامه برشا ما سي با ابوردي في دونك يقول لك انا جو باس بار اون انونس وكل شيء لا انت تاخذيتها ماخذ انا تنطلبوا تنزيد نسال قديه النومرو نطلبوه قدين النمر واضح النمر شفنا في التصوير كان واضح النمر يعني يطلب يقول له راه علي عرعود من هنا لاخر تريندينغ شوفنا النمر نطلبوه السيد ونعديو علاش اون فافير بلو غون بلوتو وعندنا اللي فركس عليهم شكون عقل عندنا في فيهم اللي فركس عليهم عندنا ثلاثه ولا اربعه ما فهميش هذول قاعد نشوف في الورق هذول ما فهميش نمر خلينا نكبروا الانونس معناتها ملي كانت فسخوه النمر ديفوزي الاتصال هكا بالرقم ومفسخه باه لازم فما فيرسيون هو العز كان يقول الاتصال بالرقم يحطش النمر علاش لازم بسيكاتر قوي اسمعني بربي علي عرعود حاول تشوف لنا النمر نتاع السيد هذا ناخذوه بالتليفون نشوف شنو يحب بالضبط وكان لقاه شكون وكان كلمه شكون قداش من واحد مش مستبعد انه علي عرعود عمل نفس الاساليب هو عنده خاطر المواصفات نتاعو من نجم يخو اربعه هكاك مو يلا هذوما الجرونات نتاعها نتعداو للخبر اللي بعده نواصلوا ترندينغ بتصريح للأمين العام المساعد في اتحاد الشغل سامي طاهري قال فيه اخترنا الكراهب الألمانية لتقليل كلفة الصيانة مش على ضخامة تعرفوا أي عضو من المكتب التنفيذي يعمل 80,000 كيلومتر في العام يدور على المعتمديات والجهات وهذا مفخرة للاتحاد أنه فلوسنا وين ماشية مش في حاجات أخرى برشا توينس عرقوا قالوا عاد أنت كي تخمم في التكلفة وتحب تتقشف اطلعوا في الكار الصفرة وهكيك تحسوا زادة بالعمال قداش يعانيوا تعليق آخر يقول صحة ليكم رجال تخدموا وانتم تحوسوا في كراهب ألمان من طراز رفيع وتوقفوا البلاد من فوق فما اللي قال رب عذر أقبح من ذنب نوفا بالكومنتير اللي يقول أنا صدقتك شوف مع جماعة ولا ما حرق قالوا خذ الكار ما رينا احنا ما مش في تونس يظهر لي ما نعرفش كيف في تونس رينا ولا مرينا دي مينيستر وفي بلدان اخرين في المانيا وكل في لي بيس سكانديناف تشوفهم في لي ترونسبور ان كومون يمشيوا ثقافه اخرى لا 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 مش ثقافه اخرى ترونسبور ان كومون اخر صح كان جيت لهولندا ولا اسكتلندا ولا دنمارك عندهم كيرانا والواحد تحدى حتى الكاتب بتاع الوزير ما نجمش حتى الشوفير حتى الشوفير ما نجم بون مقارنات بيان سور سي ورينا نحن رينا مسؤولين كي يطلعوا في الكار يفرغوا لهم الكار يجيبوا لهم كار سبيسيال نظيفه رينا اسمه شقشوق شكون كان الوزير وزير النقل شقشوق مع الشقشوق كان ليه بالمنيشف مع مع المشيش مع المشيش في 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 حمامات السود هذه كمل الكوارث كمل ليه هو شوف تو هذا حكيت ما يسمى الترند في راي موجودة معناها اخذ كراب الكتريك دون لا لوجيك معنيش احنا كراب الكتريك في تونس اما سي فري وانه بالنسبه للمنظمه النقابيه كي تشوف ساعات الكراب الوظيفيه انا مانيش مع الشعب لامبورغيني اصح من الكراب اللي عاد كي نحبوا نوتر تاع على قاعده لامبورغيني يجيوهم يصلحوا لك ما غير اما سي فري لي بون فما ناس تو شويه شعبويه تقول لك الاتحاد علاش عنده دي فواتير دو فونكسيون
اللي هو راه ماهوش نس كل ماهمش اعضاء الهيئه الاداريه الكل عندها دي فواتير دو فونكسيون باش نكونوا واضحين معناها حتى يظهر لي حتى الاتحادات الجهويه ما عندهمش دي فواتير دو فونكسيون ما نتصورش معناها عدد هو راه اسمع الاتحاد المركزي موجوده في العالم مجمع انت كنت عندك فواتير دو فونكسيون مراد وقت لا عمري ما كنت عندي فواتير كنت عندي بونوات كنت في كناله ما عمري ما كنت مش عندي فواتير دو فونكسيون بعد وين في تونس لا. لا عندي كنت عندي بونوات في قناه تلفزيونيه معينه اما مش فواتير ولا بحر ما كنتش نحكي على التلفزيون انا قلت كان شيخ في كناله ريز يلا نمشيو للخبر اللي بعد نمشي الحادثة صارت في ليسي في قفصة وين تم كشف عملية غش متورطة فيها تلميذة تعدي في الباك وفكولها بورتابلوها اللي استعملته في عملية الغش. التلميذة هذه قالت عليا وعلى أعدائي وعطات للأستاذ الياس أسامي ثلاثة تلميذة أخرين يعديوا معها وقاموا بالغش في الامتحان. مواطن أصيل الجهة كان دخل البارح مع زميلتنا زينب المالكي في برنامج مع الناس وحكي على الحادثة هذه خلينا نسمعوها اش قال. الواقع هذه حصلت في احد المعاهد في ولايه قفصه معهد 14 جانفي في منطقه طلاله. الفتاه هذه مجتازه لامتحان البكالوريا دخلت المعهد كما نعرف الناس كل اللي تدخل المعهد الكلام الكل تفرقت وقع احتجاز هدفها الخاص هدف اللي كانت باش تدخل به للقاعه دخلت القاعه بدون هدف وبعد 15 دقيقه عيطت الاستاذ قالت له فما بعض التلامذة قاعدين ينقلوا مشيو نادت على ثلاثة نادت الأستاذ قالت له هذا من التلامذة خرجوا خرجت الطفلة وخرجوا ثلاثة تلامذة أربعة تلامذة قائم التنبيه عليهم يوم في امتحان البكالوريا لا هي ولا زملائها ثلاثة عدوا امتحان البكالوريا. تعليقات التوينسة كانت ملا فضايح جيل جاهل يحب ينجح بالزور. تعليق آخر يقول هذي كي تكبر باش تشد وزيرة. فما اللي قال هذيك ثمرة الإضرابات وتلامذة اللي تخليوهم في الشارع في عودة تقريوهم وتأطروهم جيل كامل ضيعتوه وتوى تلوموا عليهم كيفاش يغشوا. فما زادش كون كتب هذي هي نلعب ينحرم يقوى عليها ربي مشمتها. نوفا بالكومنتير اللي قلت الحاسيلو في الاخرة توا يمشي ويقراو بالفلوس ويلي وطبة ويجيو يعالجونا ونموتوا الكل. صعيب تولي طبيبة ماني حتى كي تنقل وحتى كي تفاسكي حتى كي يعطيوك نوتية الطب طب من العملية الأولى يطيروك سي با ماهيش لعبة ماني السنة الأولى هو من إيه من الإكسترنال الغرب لا أما مسكينة الثلاثة اللي نقصد معناتها مسكينة الثلاثة اللي خرجتهم معاها باش يقعدوا يدعوا باك الباك حقه سيت كوم بالحق أما سولا دي أنا نعترف بحاجة تذكروا أول نهار حات ما بعضنا أول نهار تعدى يعديوا في الباك كنا قلنا هنايا وابريتو مش في تونس بركة فما غش والعدد محدود أكثر من ألف أكثر من ألف حال توا حاتم بصراحة شفت الرقم توا كبر لا ظاهرة ولات كبيرة نسحب الكلام اللي قلته الجمعة اللي فات لا ظاهرة كبيرة تعرف كي تقسم هذوما راهو الحالات اللي فتنوا بيهم أكثر من ألف راهو الحالات اللي فتنوا بيهم أنا إيماجين معناها بقول في الحالات اللي ما فتنوش بيهم والحالات اللي فتنوا بيهم وسامحوهم تعرف معناها ألف قديش عادي 8 أيام هما الباك ولا 7 أيام لا أقل 6 7 6 أيام معناها قاعدين نحكيه على 600 على تقريب 200 حالة غش كل يوم في بلاد في 24 ولاية 150 اي 150 كل يوم اسمع هذا في الباك عندك لي فاك عندك لي زيكزامان دو فان في في الجامعات زي من غير ما نرد انا ديما نقول ما نحبش نحكي على تونس ردوا اخي بلاد في العالم ولا اتعس بلاد في العالم اما الرقم ولا ما هو وفيت نحن فما فينومين دو سوسيتي نحن مطبعين عاملين تطبيع مع الغش مع مفهوم الغش ناس اللي هو حاجه غير مقبوله معني الناس ما تقبل تصور والدين يعطي ولده فلوس باش يشري كيت معناها وصل للحاله هذيك وهذيا نعاود نرجع نقول راهو مسؤوليه الجميع الاولياء الاساتذه المعلمين الاداره هل معني لازمنا نلقاو حل رواحنا راهو الحل مش للتعليم راهو الحل لمستقبلك للاخلاق للقيم اسمع حاتم في في الاستوار اسمه انكريز دو فالور بالحق راه تو هي كلمه مستهلكه معنى كل مره تطمع اسمه قيميه في الباك المرئيه نتاع الكريز دو فالور نتاع ازمه القيم الكبيره اللي موجوده في البلاد واللي هي يبدو لي معنى تستحق نقاش هذه ماهيش بقرارات ردعيه ولا قانونيه كوكو
يا خويا زيد في الردع، زيد في الردع. شنو باش نقول؟ لا مي بي سي غاف معناها، سي غاف سي تري سينيفيكاتيف. معناتها تقول انت دون 10 ans هذوما كي باش يبداو يخدموا سي لي ميثود فون ريسي لو ميم لي ميم في الخدمه، باش يبدا بير كو سا، باش يبدا بير كو سا ديجا في الخدمه. معناتها خاطر ماكش سيرفي في الخدمه كيما سيرفي وقت انت تعدي في الباك. هذه الحاجه الاولى. حاجه ثانيه تقول انت كان هو ماخذ لو ديبلوم معناتها سونز افوار لي كونيسونس نيسيسير، على خاطر هو كي غش معناتها هنا با لي كونيسونس، معناتها تعب. دوكو بعد البلاد disons elle va être gérée par abel qui n'ont pas les connaissances qu'il elle est déjà gérée elle est déjà gérée برشا عبيد واصلين بالغش، وسورتو الغش مش الغش في الامتحان، في الغش على الكفاءات. فما ناس داخله بدبلومات مضروب، فما ناس داخله اللي داخلين بالمعارف بربي هذاك شنو الكفاءه نتاعو. معناها هو داخل بالمعارف يا اخي، تي بونس كي لا بونسي تي باسي ان كونكور وتعدى. اون بلوس كي انكور بلو غراف، كي نرجعوا نتو نشوفوا كلي ميموار دو فان ديتود والكوبي كولي شانتي اخر، خاطر ديما نحنا نقفوا في مشاكل التعليم كان في الباك. اما راهو بعد الباك باش تحل لك بوغاز مشاكل من نوع اخر. انا يبعثوا لي ساعات طلبه دي سي في، شكون بعث لي اخيرا سي في معناها بنيه معناها نورمالمون باك بلس 2 وكل، معناها كارثي كارثي سي كاتاستروفيك. لا يعرفوا يكتبوا لا بالعربي لا بالسوري لا بالانجليزي. فما باش نحبوا نكون قايد. مازلنا باش ناخذوا اخبار اخرين من التريندينغ. مازلنا باش نحاولوا نتصلوا على السيد اللي عمل انونس اما تو قايد باش نمشيوا للبيبليسيتي. للجمعه احنا فايقين وانتوما فايقين في اقوى ماتينال فايقين مع نضال. 8:53 زيدنا سبورت، خلينا نكمل لنا الحكايه. يلا نمشيو للخبر اللي بعده. نخدموا ترندينغ بتصريح لوزيرة المرأة، قالت فيه انه التقديرات السكانية تبين انه المجتمع التونسي في طريقه الى التهرم، وين تمثل نسبة كبار السن اللي تتجاوز اعمارهم 60 سنة قرابة 13% من المجتمع، والفئة هذه مرشحة للارتفاع حسب الاسقاطات السكانية. وتنجم كبار السن 60 سنة قديش عمرك؟ زلوا لي 5 سنين على كبار السن. وتنجم توصل في 2029 لحدود 17%. التوانسة كانت تعليقاتهم هكا، بالطبيعة من سياستكم الناجحة حتى البيبي كي تولد يتولد شايب. تعليق آخر يقول هي تونس تصير نحو التهرم في كل شيء جات على المجتمع، فما اللي قال يزي بركات كملوا هالكعبات اللي مازالوا وغطيوها باش البلاد. فما زاد شكون يكتب بدنيا صعبة، الناس ما عادش تنجم تجيب برشا صغار، واشطر الشباب ما عادش قادر يعرس. نوفا بالكومنتير اللي يقول الشباب الكل اللي هج واللي حرق وخليوها لكم واسعة وعريضة. بون جيم خصو في المشكله دي، مشكل في تونس معناتها مشكله موجوده ان بو بارتو. هي راهو نقراو في نقراو قاعدين يقراو فيها بالغالب حتى ليسبيرونس دو في في تونس طلعت على خاطر الناس ولات تعيش اكثر، وعلى خاطر الناس ولات تحافظ على صحتها اكثر. وملغري الازمه تطور الطب زاد ال معناها بالرغم، وهذا يحسبوا لتونس بالرغم الازمات اللي عشناها من 2011، فانو نقعدوا برمي لي ما عنديش رقم تاو بالضبط 6 ولا 7 بلدان الافريقيه اللي فيها ليسبيرونس دو في اطول. معناها بلي 79 سنه للمراه و77 سنه للراجل. معناها التوانسه يعيشوا برشا، هذاك علاش التهرم. معناها ليسبيرونس معناها ولات نسبه العباد اللي يعيشوا برشا ماشيه وتزيد من عام لاخر، وهذا طبعا يطرح اشكال في مساله الفينانسمون دي روتريت. والاسبيرونس دو في زادت، شنو اللي خلاها تزيد الاسبيرونس دو في؟ اللي كيما قال معناها لا كاليتي دو في، ما مش سي ان تو سي التلقيح اللي عملناهم في السنوات 60 اللي معناها ايزون جو بونس عملوا لنا قفزه مينيموم تاع 15 سنه. نحن زاد نقعدوا ما فماش اندستريالزاسيون كبيره للماكله نتاعنا، معناها مازلنا نقضيو من المارشي برشا حاجات. بون بيو نيكزيست بلو، معناها خاطر براتيكمون توت لو كولتور يستعملوا في البيستيسيد والانسكتيسيد، مي يقعدوا الخضره عندك اكسيد الخضره في المارشي في وقتها. معناها حتى الطبقات اللي ماهيش لابس عليها برشا مازالوا يقضيو من المارشي، ما يقضيوش من السوبر مارشي، دونك عندهم ان كونتاكت مع البيو اكثر. نعطيك الرقم حاتم. دونك في 2020 نسبه الحياه او امل الحياه بالضبط في تونس النساء 79 سنه والرجال 74 سنه فاصل 8. للتذكير تفهم قديش البلاد تقدمت. عام 1960 ليسبيرونس دو في للمراه كانت 43 سنه، صح 43 سنه، والراجل 41 سنه. معناها شوف تونس قديش تقدمت في 62 سنه، 62 سنه معناها 3 جينيراسيون يتسمى هكا ولا 3 جينيراسيون
ليسبيرونس دو في بريسك لا دوبلي. ارقام كل هذا عام 60 عام 60 معناتها جينا عام 60 راني وحدي اليوم انا في الاميسيون. عام 70 طلعت 30 اخر والله يثبت بيفير الكوميدي والله حق تمثل شنو خذ ليسبيرونس دو في 41 سنه راني وحدي اليوم وحدك راك قعد جمعه وحدك وبعدين كل مدير ويبقى السؤال ويبقى السؤال علاش نساء يعيشوا اكثر من الرجال الور كنساء يولدوا بالحق انا هذا قريت عليها حاجات اما ما اقتنعتش حتى لتوقيت منظمين اكثر من الرجال زعما لا حكيت قلب اش معناها ساينتيفيك ولا قلب معناها لا قلب نتاع الراجل اكبر من قرب المراه ب 5 غرام ا ببري لي بون لا ديفيرونس في لي موسكل الكل فما الديفلوبمون موسكولير 260 قلب المراه هذول 260 غرام قلب الراجل 265 غرام حاجه هكا المراه تتعدى بابروف خاطر الاولاد فما ما نعرفش قداش نسبه النساء اللي يولدوا نورمال تقول البدن نتاعها معناها لا خصوصا معناها عادي جدا ولا يخدموا اقل فما شكون يقول لك يخدموا اقل لا خاطر هي فما شكون الحمل حتى الهمله نتاع لا خاطر الحمل زاد راهو فما البرودوي بوكو دونتيكور اللي هي باش تعطيهم لولدها زاد فهمت معناها لا بينيبيليتي زاد فهمت ما المراه زاد راهو من اول التاريخ هكاك ليسبيرونس سي سا ومو عندهم لافونتاج نحن ماخذين الورث ماخذين الواحد ماخذين الشلاغم ياخذوا مو ليسبيرونس وممكن وممكن خاطر يتفرجوا ممكن خاطر يتفرجوا اقل شويه على الاخبار الرجال يظهر يتفرجوا على الاخبار اكثر اليوم من غادي ما تنحب نحكيكم على دراسه تقول انه الفرجه في الاخبار مال ترانزيسيون سالتو اريير واحد كرسي جوه الدراسه تقول انه الفرجه في الاخبار تسبب القلق والاحباط ويعتبروا انه تاثر سلبيا على حياتهم وهذا بلا على اخبار الطرقات زاد ولا لا لا لم فتره فيك لي هذاك ولا اي انا معني انا نعيش ورق الدراسه ولا بالحق انا تعرف شنو معناها توريت نحن نحضروا في في الويكاند وليت ما عادش خاطر كل يوم تقوم على هاو قال تحيد هاو اللي خرجوا بو هكا هاو تصور انت كل يوم تعمل هكا ويخرج لك البحيري مثلا في ديكلاراسيون ترقد انت نحضروا ليميسيون ترقد انت ديجا في مخك الديكلاراسيون تاع البحيري معني جو بونس هذاك يأزمك ودوكا الدراسه تحكي جوست على الاخبار ما تحكيش على اخبار الطريق تول سويت نمشيو للا فو ترافيك مع الفا نو سامحوني الميتيو ميتيو الاخبار سبور لا سبور لا زيد انا مازلت سبعه ما بين سبعه وتحب تعمل ليميسيون وحدك عام 60 ومش مع ألفة غضبتني برشا والله سوف أغادر أنا ننسحب نعبو الوقت اللي جابي كان باش تغادروا غادروا اليوم تبع الضراب وكاو يلا متي وأخبار وهنا راجعين فايقين ومزلنا مواصلين معكم حتى للتسعة ونص التسعة واثناش دقيقة نذكروا اللي احنا بدينا اليوم الاميسيون موضوع بيان سيغ الاضراب العام خلينا نقولوا هو الليفينمون دي جور نحب توا نمشيو لسفاقس جوستمون بالموضوع هذايا فارس الاحياني موجود غادي زميلنا متابعة للاضراب العام في ولاية سفاقس فارس صباح الخير صباح الخير نضال اذا الاضراب العام في صفاقس كيف ما قلت اليوم اضراب عام في صفاقس يعني فيه خصوصيه شويه مقارنه للجهه الاخرى باعتباره انه هو يوم غضب يعني تفاعلا مع يعني حق الجهه في بيئه سليمه باعتباره انه اكثر من 8 شهور ازمه النفايات تتواصل في صفاقس باعتبار وانه ما فماش حل بالنسبه للنفايات المتراكمه يوم غضب يعني الموضوع هذا هو اللي استند عليه الاتحاد في قراره للاضراب في جهه صفاقس اضافه بطبيعه للمطالب الاخرى والمفاوضات الاجتماعيه في الحقيقه التجمع الكبير كان منتظر باش يكون قدام دار الاتحاد لكن هنا موجودين امام قصر البلديه في صفاقس وكما تشوفوا الناس بدأت تتجمع أمام قصر البلدية باعتباره أنه بعد قصر البلدية يمشي مباشرة أمام مقر دار الاتحاد في انتظار تجمع كبير لأنه مازال تقريبا فما 500 شخص أو أكثر شوية العدد ما فماش عدد كبير اللي من المنتظر وأنه يتحول أمام مقر الاتحاد وقتها تنطلق بطبيعة الحال يعني الاضراب والمسيرة فقط يعني نحب نقوله أنه الإيقاع الحياة إلى حد الآن
في مدينة فاقس يعني ما فماش تعطل كبير نجم نقوله باعتبار وأنه تكون شي ربما المرافق العمومي حتى ترانسبور فما كان ترانسبور ببليك اللي هو الكيران معنى ما فماش لكن اللي تاكسي كل شيء موجود يقع الحياة في انتظار بطبيعة الحال نشوفه ما ماذا سيحصل في بعض الإدارات على مستوى الإضراب ونذكر أن لوتيكا الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة كان أعلن أنه لن يشارك في الإضراب باعتبار أنه الوالي الجديد حسب ما يقول لوتيكا وأنه الوالي الجديد قاعد يسعى إلى حل حالة أزمة النفايات وإيجاد الحلول في صفاقس. فارس بربي سؤال وأنت موجود على الميدان نقولك صباح الخير ساعة عارفين مرحبا الوضعية الحقانية اليوم في الزبلة في صفاقس هل أنه أنت اللي دور لاحظت تحسن في الليزاكس الكل معناها طريق جيبس طريق لفران طريق جرمدا الليزاكس المهمين اللي تعديوا منهم صفاقسية هل أنه تحسنت شوية مشكلة لمين الزبلة مشكلة الريحة خصوصا وأنه الطقس سخون ياسر صفاقس اسخن من تونس معناها نحكيو تو ما عنديش فكره بالضبط اما نتصور مانيش بعاد في صفاقس على 30 دوغري راك في 29 30 شنو الوضعيه التيران لو التيران شي يقول التيران مراد يقول وانه يعني فما اجتهادات شخصيه ما فماش يعني اجتهاد من المسؤولين من الدوله لكن فما اجتهادات شخصيه نستحرق في الزبله هذا هو الاجتهاد الموجود لانه تراكم النفايات يعني حتى العمال البلديه مغربين لانه المصب اللي تم تحويل النفايات ليه اللي هو في طريق الميناء تم غلقه لا يحتمل ولا يصب في البحر اللي هو يضر الثروه السمكيه كيف ما نعرفه يعني لا يحتمل يعني الاوضاع بالنسبه لليزاكس او فارس مراد يقصد معناتها انت كي توكي انت في صفاقس كي تتحوس في صفاقس حاجه فيزيبل تشوفها موجودين تشوفها تشوفها وتسمها نذاك تشوفها وتسمها هو فما راهو في صفاقس خرجت الافاعي وخرجت الدود وخرجت حيوانات ورل معناتها جريبه زيده اي معناتها قدام مدرسه ابتدائيه في قلب البلاد معناها معناتها حيوانات ما كناش نشوفوهم صراحه انستغرام معناتها قلت لك تشوف وتسم معناها راهي فوق 8 شهور نفايات متراكمة معناها وحتى كي يهزوا نفايات يهزوا شوية شوية لأنه المصب ما عادش يهز معناها لهنا نفهم والحرق اعتماد طريق الحرق وحتى نفهموا اكثر العبيد اللي موجودين قدام البلديه بلوتو قدام هذيك الاهتمامات نتاعهم مش تحوير الدستور طول الدوله مش بربي فارس مازال زاد التلويح نتاع النفايات سامحني في شط القريقنا خاطر واش بدا عليها نضال قبيليكا تلويح الزبله في البحر اللي هي كارثه بيئيه سي اون كاتاستروف ايكولوجيك بالنسبه للصياده والغير الصياده ونختم موجود مراد وكل مره معناه هو الفيسبوك يعري معناه صراحه خلينا نقول معناه وين ما نلقاو النفاس المجتمع المدني الناس تصور وتقول يا ناس راهو عيب راهو ما يصيرش معناه كل مره يتم تنظيفه لكن بعد الفيسبوك يعاود يعري معناتها الناس تصور وتقول هاي النفاس عاودت اتحطت في البحر وشكون اللي حطها في البحر شكون اللي حطها في البحر اللي حطها هما فما المواطنين او الشركات معناه هذا هو معناه. ما فماش غيرهم خاطر ما فماش شوية خاطر ما يلقاوش من يحطوا بالضبط اي ما البحر كيرفة ليه كيرفة ليه راو نذال كنقولوا راو كنقولوا هذا الكل اللي نحكيه فيه علاش أنا كل مرة كنسمع الأخبار وجي من التيران توجع راهي ثاني أكبر مدينة في تونس راهو القلب الاقتصادي النابض لتونس راهي صفاقس كان جاي الدنيا كيما ثاني المدن وانت تعرفهم نضال حقها كيما مارسيليا كيما ميلانو كيما فرانكفور كيما برشلونة هاو المدن الثانية في أوروبا اللي الناس تزورها من كل بلاد وبلاد وقت يجي يقولك الريحة في السنتر فيل في صفاقس لا تطاق كيفاش هذه ما تكونش أولوية حبيت نذكر ميسيلش نضال شوية سياسة حبيت نذكر إلى يوم الناس هذا رئيس الجمهورية عمره ما هبط لصفاقس قلنا له برا اشرب كابوسان في شط القريقنا باش تفهم وضعية صفاقسية ومدام نجلة بودن شدت بعد من شهر اكتوبر اللي فات ما عملوا حتى اجتماع في ولاية صفاقس كان جيت في شوف أزمة الزبلة في بيروت في نابولي في البلدان هذه الكل الحكومات تهبط وتسكر على روحها وما يلقى ما يخرج من غادي الا ما يلقى حلول وصفاقس راهي من غير جهويات نضال منسية تعديت العهود الكل من بورقيبة من علي للانتقال الديمقراطي حكم النهضة حكم النداء حكم صفاقس ما ميغيت با في صفاقس بالذات بالحق ما تستحقش الشيء اللي قاعدة تعيش فيه
اون توكا ميرسي بوكو فارس. فقط نختم نضاله انه حاليا انطلاق المسيره هاي بتنطلق من امام قصر البلديه في اتجاه تو باش يتجهوا نحو دار الاتحاد. ومن المتناقضات نضاله انه القصر البلديه مراد يعرف هو المكان اللي تصير فيه معناها الاحتفالات كي تهز السياسات الجمعيه نتاع البلاد معناها تيتر لهنا هنا يوم الغضب امام قصر البلديه. هذه من المتناقضات. لا ونفهموا علاش وهذه المسيره تو خرجت تو العباد خارجه في اتجاه الاتحاد. البريوريتي معناتها هو مفهوم البلديه. تعرف اللي اوروبا كانت قبل معني نحكي في العصور الوسطى كانت الهيمنه نتاع الملك يا اخي جاوا الشعوب الكل بدات من المانيا يزون كريس كون ابل لو كونسيبت دو لوتيل دو فيل اللي جاي منه البلديه. لوتيل دو فيل هو المواطنين يبنيوا مقر يمثل لهم ويعملوا ديما ساحة كبيرة. دونك الساحة لاجورا بشكل صحيح بشكل وانطلقت وليت المواطنين بشوية بشوية قعدت عشرات السنين ولا قصر البلدية على ذاك اللي زوتيل دو فيل في المدن كل في اسبانيا باش يحتفلوا بتيترويت. وزاد الغضب معناه الشعب يعبر في الساحة وقت يهبط الشعب للساحة يكون حدث تاريخي مهم. دونك كان يظهر لي زاد اللي الساحات نحن ناقصين برشا ساحات وننطلقوا منها احداث تاريخيه تتبدل البلاد. وحاتم تكمل اللي سمعته. لا المجتمع المدني نضال ما نعرفش كان حاجه باهيه ولا خايبه لكن المجتمع المدني في صفاقس حي ياسر يلسون تري فيجيلون بريسك يخدموا كيما الدوله بالحق. راه يقول فيسبوك يعري الفيسبوك اترافير لا سوسيتي سيفيل اللي تمشي تقول راه واش قاعد يتصب كل يوم في البلايص هذوما في البلايص هذوما. خويا ربي معاهم. دونك ميرسي بوكو فارس الاحياني وقايد باش نمشيو للبيبيسيتي. ميرسي بوكو فارس عايشك وقايد باش نمشيو للبيبيسيتي. نرجعو لكم تو سويت. يلا 9:21 دقيقة مازلنا مواصلين معكم شوية دقائق. يظهر لي عنا زميلتنا فايزة عرفاوي اللي هي قدام مقر الاتحاد في تونس. بونجور فايزة. موجودة فايزة مش موجودة؟ يظهر لي مازلنا ما تحصلنيش عليها. أما هي أنتوكا زميلتنا فايزة عرفاوي موجودة قدام مقر الاتحاد. ممكن في الميسيون جاية توت فاسون نحن عنا تغطية نهار كامل. عنا مراسلين أمبي بختو في تونس في الجهات. دونك تبعوا الديفيرونت زميسيون تاعي فيه. فما خبر مهم يبدو أنه ليزاجون تاع البياج سي غراتوي عديو مقرفين. دونك اليوم تعدى البياج من تونس السفيق تولي بشي طلع وراق الكل اي دونك فرصه يمشي غراتوي ويرجع غراتوي ما طلعتش. تحيه لخالد. الخالد خالد يزين نشوفك خالد القروين. ليه وخالد مسكين نهار الضرب هو نهار اللي اختار فيه بشابة القروين وعنده ورق باش يريقلهم كل الورق الاصليه عرفتك المضمون الاصلي والوياك حق في دوسي الهجره الشر ولا زواج يا اما هجره ولا زواج. الهجره هو الزواج نوع من الهجره. اوتوكا خلطنا بريسك كبيه الزواج نوع من الهجره. كان جيت انا في القرون الوسطى راني متصوف في جبل راكم شيء للس حتى توا فما متصوفين في جبل حاول يعملوا في سبور هذوك. هذه ترجع بريسك الاخبار اللي قلنا قبيله انه الاخبار وي تعملك ديبريسيون. انا معني بالحق ان انا لانتريت نتاعي روحي في غوتيغي معناها خاطر عشت انتونسيمون حياه اجتماعيه كبيره بالحق. وانت تعرف معناها تصورت معناها لا في ديفيرونت تكون بعد معناها جو بونس كو فري روتريت سي سا يكون نكتب مذكرات هو لما حالك نعمل شابيتر بي على مراد معناتها كي تشوف كل شيء كي تشوف كل شيء تو يقول معناتها يوريك اللي كان تبعد لا ديكونيكسيون نو بو اتر كو بينيفيك. تشوف انت تو لي ريزو سوسيو لي زيتود الكل والدراسات الكل تقول اللي هما من داخل قاعدين يعملوك في ديبرسيون كلكو سوا العمر. راه قبل احنا قلنا اللي هما صغار كي يتفرجوا ينجم يكون عندهم نوع من الديبرسيون على خاطر يشوفوا زملاء ويشوفوا درشنو ويشوفوا لي سيليبريتي واحد وعالم اخر اللي هما ممكن ماهوش موجودين فيه وذيك ولا تكره من داخل تخلق لهم نوع من الديبرسيون وتخليهم ديما على ريشيرش دو بونور اللي هما ممكن موجودين فيه واللي هما همش واعيين اللي هو لو بونور متى في اللحظه اللي انت عايشها تكون واعي بيه في اللحظه اللي انت عايشها. اما هذا ما يمسش كان صغارك هو لي زيتود الكل يوريو لي لي ريزو سوسيو فيسبوك انستغرام كل شيء يخلق بيتي ا بيتي اون ديبرسيون ليكرون زاد كيف كيف يخلق ديبرسيون الاخبار كيف كيف. هاتوا جيتنا الدراسه هذه تقول هي تخلق ديبرسيون. دونك يظهر لي ممكن الحل كيف ممكن تحكي واحد يطلع يقعد في جبل وحده ديكونيكتي هو باش تفهم طبيعتك انت في وسط المجتمع. بون الفلسفه مجعوله
انتخوت خاطر الفلسفة يشنو هي تعطيك دي مود دمبلوا سلون الوقت. أكثر فلسفة تشبهنا توا هي فلسفة شوبنهاور اللي يقول مش صعيب راه شوبنهاور من أسهل ما تنجم تقرأ ما معناها خاطر نحن ريت في خلفياتنا الثقافية وفي عقليتنا تتفلسف تتفلسف ديما عنا كونوتاسيون خايبة والعلماء عندنا زاد كونوتاسيون خايبه. وانت مغروم شوبنهاور مغروم انا نقرا بابي هاور اي هاور وكل هاور وفات يقول لك الحياه هي مقلقه معناها لا في سي تنوي ريبيتيتيف على فكره الروتين وكل شيء لي مومون دو بونور هما دي مومون غار و اكسبسيونيل معناها الانسان كان ترى في التطور نتاعو نحن الانسان انسان ضعيف جدا نحن ناموسه تنجم تقرصك تقتلك معناها وفات بالذكاء نتاعنا وبالتطور نتاعنا وبالكوميونيكاسيون في توريث الخبره خاطر الانسان هو الحيوان الوحيد اللي يورث خبرات حتى كي تكون خبره جاتك من الصين لا تكنيك تنجم تخلط لاي بلاد بالتوريث بالترانسميسيون دونك سي سا القوه نتاعنا هو الذكاء نتاعنا جاي من غادي دونك كوم كي تحط انت في مخك اللي لو بونور هو لي مومون اكسيبسيونيل دونك تعطيهم كارهم دونك ما تخممش ما تقولش انا توا نعيش في فتره سعيده يلزم الفتره تتواصل مدى الحياه على ذاك معناها كي تعرف كي كوبل يعرفوا بعضهم لي ميت لوخو راه محلاك السعاده وتستناها وعلق انت الاول وكل شيء مي سو مومون لا راه مومون مرحلي ما ينجمش يدوم الحياة الكل كي ندخلوا الفلسفة ذيك في مخاخنا نوليو اون بروفيت دي مومون بتاعنا دو بونور اي اون جير لونوي. خلتنا لاخر ميسيون تاعنا نحب نسكر لي ما تخيبوا ولا بالحق كلام محلو على الاخر نحب انا نسكر بخيسك دون دون الميم كونتكست اللي كان يقول فيه حاتم نوع من بروفيرب اللي هو يقول كل شيء بيريوديك توت اي كيستيون دو بيريود معناتها كانك انت تو تسمع فينا في بيريود باهيه شيخ وتمتع على خاطر تنجم توفى وكانك في بيريود خايبه تهنى راهو فما بيريود باهيه جايه اون بيريود معروفه عندها ان طون تبدا فيه وان طون تقف فيه دونك حتى كانك في بيريود خايبه عارف اللي راهو باش يجي ا مومون وتقف وتوفى. خلتنا لاخر ليميسيون تاعنا مراد كلمه تخي رابيدمون هو ذكر شوبنهاور وتحل انا نقول مقوله ديما نحاول نطبقها على روح لي مونتاني كان يقول Le bonheur n'est pas une quête, mais une manière de vivre. Exactement. Mais rare, dès que j'ai déjà cité Chopin, je crois que je dois citer. Mais يلا خليكم احنا تو نتقابلوا غدوة ان شاء الله السبعة متاع الصباح. نحب نشكركم انتم اللي تسمعوا فينا كل يوم ونشكر توت ليكيب متاع اي اف ام اللي تخدم في خدمة كبيرة باش نوفروا لكم ليميسيون هذيا. نذكركم اللي عندنا كوفرتور على الاضراب العام نهار كامل بخيسك دونك خدمة البرانشين مع اي اف ام تبعوا نهار كامل توت سكي سباس نهار كيف ما اليوم. نتقابلوا غدوة السبعة متاع الصباح. بون جورني تو الموند باي باي يا دومان.